في هذا الفيديو من نفس بس معمول كأنه بسوفت وير مختلف. هي عندنا هون لو فرضنا انه الطياره بهذا الاتجاه، فرضنا انه الاكسس الرئيسي تبعها باتجاه الاكس، هل هذا رايت انجل؟ هي عندنا هون اكس لواي عماله بعطيني الزد. وهلا راح هون نطلع على ثلاث زوايا، هو مش مسميهم الفا وجاما وبيتا، احنا تذكروا انه الاكس هي جاما، الواي هي بيتا، والزد هي الفا. فبنسمي الزاويه الاولى هاي هون سميناها رول، اللي هي الروتيشن حوالين الاكس اكسس، واللي احنا سميناها هون جاما. بعدين عندنا البيتش، والبيتش زاويه البيتش سميناها احنا هون بيتا، اللي هي حوالين الواي. وهون عم بشتغل على الفيكست اكس واي زد فيكست، يعني هون بغض النظر وين موجوده، وين هي الطياره موجوده، ما برجع للاكسس تبعها، بضل ارجع للثري اكسس الاصليين، ولذلك سمينا هذا السيستم فيكست. هيك صار عندي مجموعه، وهذه سميناها يو اللي هي حوالين الزد اكسس، على فرض انه الزد اكسس بهذا الاتجاه، وصار عندنا بنقدر نعمل ترانسفورميشن حوالين الثلاثه من هدول. هي هون لاحظوا وين لفينا، حوالين مين لفينا؟ الواي الاصلي. لفينا حوالين الواي الاصلي مش واي الجديد. وين الواي الجديد؟ واي الجديد مكانه مختلف، نرجع شوي. هاي هون اول شيء لفينا حوالين، هلا هون هو عمل، هلا هون لخبطنا لانه عمل هو الزد بالاول، احنا متفقين بدنا نعمل كنا الاكس بالاول، مش مشكله، انتم فاهمين شو الهاي، بتطلع زاويه مختلفه مش مشكله. هلا هون حابين نلف حوالين الزد، في البدايه الزد اول اكسس بنلف حواليه ما في لخبطه، ليش؟ لانه احنا ما تحركنا اصلا، فهو الزد الاصلي والزد الجديد نفسهم، فهو ما في مشكله. هلا الاختلاف بصير لما اخلص الزد وبدي اعمل السكند روتيشن. هلا لو اني بدي الف حوالين الواي الجديد، وين الواي الجديد صار؟ هذا. فالمفروض الف حوالين هذا لو بدي الف حوالين واي الجديد، بس انا بلف حوالين مين؟ واي الاصلي. هي واضح؟ ولذلك سميناهم اكس واي زد او زد واي اكس بالحاله هاي فيكست، لاني بلف حوالين الاكسس الاصليات مش الاكسس الجداد. نفس الشيء هون لفينا حوالين مين؟ الاكس الاصليه هون، الاكس الجديده عفوا هون، بس انا بلف حوالين الاكس الاصليه. ايوه تمام. الاويلر لا، الاويلر اذا بدي احط مثلا زد واي اكس اويلر انجلز بلف حوالين الزاويه الجديده، في اول زاويه ما بياثر نفس الشيء، بس بالزاويه الثانيه والثالثه بلف حوالين الزاويه الجديده. يعني الاكس مرتبطه بالجسم نفسه. جسم نفسه تمام بالضبط، يعني الاكسس اتحرك كانه مع الجسم، وصار اذا بديت بزد مثلا، زد الاولى بلفها عادي ما في مشكله، بس واي بلفها حوالين واي داش اذا بدك اياها تفسرها واي داش او واي بي الجديده، واكس بتكون حوالين اكس داش. هلا ممكن اوصل لنفس الاورينتيشن بس الزوايا ما بيكونوا نفسهم، ففي ثلاث زوايا على طريقه الفيكست، وفي ثلاث زوايا مختلفه على طريقه الاويلر توصلني لنفس المكان. نعم. مو في الاف فين سميها نفترض انها طايره صح؟ الطياره. طيب في ريفرنس فريم لها تمام للطياره نفسها. طب ما في الايرث فريم، طب المسافه بين الزد والزد. ترانزليشن ما دخلنا فيه، ممتاز. الترانزليشن انا ولا ذكرته لحد الان، بس انا ما بكفي احكي عن روتيشن، مزبوط؟ شو بدنا نصير نحكي الان؟ لما بكمل الروتيشن والترانزليشن، هذا الترانسفورميشن بسميه هوموجينيوس ترانسفورميشن، وبصير عباره عن 4 باي 4. 4 باي 4 لانه 3 باي 3 منهم راح يعطوني الروتيشن، والاضافي هذا راح يعطيني الترانسليشن. اوكي هلا بنشوفه لما نيجي نحط الماتريكس النهائيه. اوكي ماشي، في اسئله على هاي؟